الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان صناعة الابتكار. هو صحيح الابتكار بيتصنع؟ طبعا الابتكار بيتصنع زيه زي أي حاجة، تبقى فكرة، فكرة تلاقي اللي يقف جنبها ويمولها ويساعدها، يطلع الابتكار منتج، آلة، مصنع، أي حاجة تفيد البشرية. تعالوا مع بعض نشوف درسنا بيتكلم عن ايه. ده دكتور احمد زويل، تعالوا نتعرف عليه نبذة مختصرة. دكتور احمد زويل عالم كيميائي مصري، حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999 لأبحاثه في مجال الفيمتوثانية، وهو استاذ الكيمياء واستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. وفي يوم الثلاثاء 21 اكتوبر سنة 1999 حصل دكتور احمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء عن اختراعه لكاميرا لتحليل الطيف تعمل بسرعة الفيمتوثانية ودراسته للتفاعلات الكيميائية باستخدامها، ليصبح بذلك اول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء. اللغويات: الفضول معناه حب الاطلاع، اضافة يعني زيادة وعكسها انقاص، الولوج يعني الدخول، الستر معناها الساتر وجمعها استار وستور، فعالة يعني مؤثرة، الرتيبة يعني المملة وعكسها الجذابة، نسقا يعني نظاما، تكمن يعني تختفي، بلورة يعني توضيح، الممكن يعني المتيسر وعكسها المستحيل، شغف يعني حب، هتك يعني تمزيق، أبرزها يعني أظهرها وعكسها أخفاها، المناخ حالة الجو، البيوقراطية يعني الروتين، الإبداع يعني الابتكار وعكسها التقليد، تستقطب يعني تجمع وعكسها تجمع وتجذب، إنهاك يعني إجهاد، مثابة يعني منزلة، البنية التحتية معناها المنشآت والخدمات وجمعها بنا، متداولة يعني متنقلة، بايوتكنولوجي يعني التقنية الحيوية والحمض النووي، الواعدون يعني المبشرون، دربها يعني طريقها والجمع دروب، الأطقم يعني مجموعات ومفردها طاقم، موضة يعني نمط ونوع، نانو تكنولوجي يعني تكنولوجيا متناهية الصغر، الرغبة في يعني الحرص وعكسها الرغبة عن، الحظ يعني النصيب والجمع أحاظ وحظوظ، تثري أو تثري يعني تنمي. تعالوا ناخد الدرس عبارة عن أسئلة تحليلية. السؤال الأول: أين أقيم الاحتفال؟ أقيم في متحف اللوفر في باريس. السؤال الثاني: ما الذي قاد زويل لعلم الفيمتو؟ طبعا الفضول، الفضول هو اللي بيقود أي عالم لعلم بيصل ليه، وهو الذي قاد أحمد زويل إلى علم الفيمتو. السؤال الثالث: للتطلع والفضول العلمي أثر كبير في التقدم، وضح مع ضرب أمثلة. لسه بنتكلم عن الفضول، هو اللي بيقود أي عالم لعلمه. التطلع والفضول العلمي الجذاب دفع العلماء ان هم يدخلوا في عوالم خفية ما كانتش معروفة قبل كده، وان هم يمزقوا الحجاب بتاع المجهول. وفي العديد والعديد من الاختراعات والاكتشافات اللي توصل لها العلماء بأساليب مشابهة، من ابرزها الخريطة الجينية للإنسان، كما ان هناك اكتشافات تم التوصل اليها من خلال الفضول العلمي حول نظرية الكم ودوران الالكترونات، زي تصوير الرنين المغناطيسي اللي بقى أساسي في تشخيص الطب لأي مرض. يروح حد تعبان للدكتور يقول له طب اعمل لي أشعة بالرنين المغناطيسي، يقدر يحدد ويشخص المرض. كمان جه الترانزستور وثورة المعلومات الناتجة عنه من خلال الفضول حول كيفية تحرك الإلكترون في أشباه الموصلة. طب ما أهمية الاكتشافات العلمية؟ شايفين كل الصور دي؟ كل التكنولوجيا والتقدم والصناعة والبناء والتجارة وكل الحاجات دي، أهمية الاكتشافات العلمية بالنسبة لها هي الحياة. لا شك أن تلك الاكتشافات العلمية ساهمت بشكل فعال في التطور الصناعي والطبي وفي صناعات تكنولوجيا المعلومات. يعني الاختراعات كلها قايمة على الاكتشافات العلمية. اكتشاف علمي بيعمل ثورة في المجتمع، ثورة في الحياة، بيعمل تقدم، بيعمل نهضة. السؤال الخامس: عن أي شيء تحدث دكتور زويل في الاحتفال وما أثر الفضول عليه؟ دكتور زويل اتكلم عن رحلة نوبل وما بعد نوبل،
وأخبر الحضور بأن الفضول هو اللي قاده إلى علم ألف نيوتن. طيب السؤال السادس، ما أهمية الأخلاق بالنسبة للباحثين؟ إيه ده، هو الباحث لازم يكون عنده أخلاق؟ أه طبعا. طب ليه؟ تعالوا نشوف. لابد أن تكون الأخلاق أساس عمل الباحثين وليس الحصول على المال من جهة معينة أو إجبار الباحث على العمل من أجل موضة متداولة. يعني الباحث ده المفروض يكون فري، حر، يعمل أبحاثه عشان خدمة البشرية، مش عشان في مؤسسة هتديله فلوس للحاجة دي وبعد كده تحتكرها هي، أو إن يكون موضة زي مثلا الاستنساخ اللي ظهر من فترة وأوروبا كلها بتجري وراه. فالباحث لازم يبعد عن كل هذه الطرق التي تؤدي إلى الفشل. السؤال السابع، كيف يتم اختيار وتمويل الباحثين وما مستوى هذا التمويل؟ والباحث ده هيشتغل ازاي لو مفيش دعم ليه، والدعم ده يكون من مؤسسات قوية. تعالوا نشوف. بدون الموارد فإنه لا يمكن تحقيق الكثير، لازم موارد الباحث يشتغل عليها. فمهما كانت العقول مبدعة فإن التمويل ضروري. عندي باحث مبدع لكن مفيش تمويل ما يقدرش يشتغل بشكل كويس. وده حصل فعلا مع دكتور احمد زويل، كان بيتكلم في حديث ليه قبل كده، قال ان هو اما اتخرج في كلية العلوم قعد يحاول يعمل ابحاثه في المعامل لكن كانت معامل قديمة ومتهالكة. طبعا ده ما ادهوش افضلية انه يقدر يوصل للنتائج اللي كان عايز يوصل لها. لكن لما سافر امريكا واتفتحت له المعامل الحديثة واتحط قدامه كل التمويل المتاح وغير المتاح حسب ما يطلب، ابدع واصبح من اصحاب القامات العالية في على مستوى العالم. فقلنا التمويل ضروري لتصنيع الادوات اللازمه للابتكار ولتوظيف الاطقم المساعده للباحث المبدع. ما هو الباحث ده مش هيشتغل لوحده، يبقى معاه طواقم ومجموعات مساعده. فالدول والمؤسسات التي تقدم البنيه التحتيه الملائمه وتمول تنفيذ الافكار الابداعيه ستكون موطنا للابتكارات. يعني اللي هينفق على البحث العلمي هيلاقي العلماء بيتجهوا له بشكل او باخر. السؤال الثامن، كيف يمكن تشجيع مثل هذا الشكل من الأبحاث المبنية على الفضول؟ طبعا الأبحاث اللي بيحركها الفضول بتحتاج مبدئيا إلى علماء مبدعين يشتغلوا في بيئة نشطة عناصرها تشجع على التعاون بين الباحثين وتؤلف بين المجالات المختلفة. ولكن يجب ألا يتم تقييد هذا المناخ بالإدارة الرتيبة والجامدة. يعني بلاش بقى شغل الورق واختم لي الورقة دي وهات لي الورقة دي، ولا لازم إذن عشان تعمل التجربة دي، والشغل اللي احنا عارفينه في مصر ده، حيث ان العقول المبدعة لا تعمل جيدا مع البيروقراطية. السؤال التاسع، ما الذي ينتج او ما الذي ينتج الاختراعات؟ طبعا الرغبة في المعارف الجديدة. السؤال العاشر، ما الجامعة التي وصفت بقلعة العلم ومن اطلق عليها هذا الوصف؟ الجامعة دي هي جامعة كالتك، واللي اطلق عليها الوصف ده ديفيد بالتيمور. سؤال 11، ما الذي أثبته التاريخ بالنسبة للمعرفة والتقدم؟ التاريخ أثبت أن المعرفة أساس النهضة والتقدم، كما أنها قوة تثري أي مجتمع وتجعله قائم على المنطق والحقائق الأساسية. سؤال 12، اذكر مثالا ناجحا على الاختراعات العلمية التي تحققت بسبب الأبحاث. في العام الأول الدكتور زويل لما كان عضو في هيئة التدريس في جامعة كالتيك سنة 1976، اتناقش هو واحد زميله اسمه ريتشارد فينمان، ده عالم شهير خد جايزة نوبل في الطبيعة، اتناقشوا حوالين ورقة علمية نشرها ريتشارد من حوالي 20 سنة فاتت عن بصريات الكم كوانتم اوبتكس. الورقة العلمية دي فتحت ابواب كتير جدا في مجالات عديدة بما فيها امكانية التأثير والتحكم في التفاعل بين الليزر والمادة. سؤال 13، متى تم ابتكار الليزر واين تم الاحتفال به؟ الليزر تم ابتكاره سنة 1960 وتم الاحتفال به في متحف اللوفر بباريس. سؤال 14، فيما يستخدم مجال الليزر؟ طبعا صناعة الليزر هي بقت سوق عالمية كبيرة تقدر بالمليارات وتستخدم في مجالات كتير جدا من بينها الطب والصناعة والزراعة والدفاع. سؤال 15، كيف يمكن الوصول الى كم الابتكارات التي توجد في الدول المتقدمة؟ طبعا المفتاح الرئيسي للكلام ده كله هو التعليم، بس مش اي تعليم، التعليم المبني على الفهم والطريقة العلمية ووضع قاعدة رئيسية واسعة للبحث عن الحقيقة.
سؤال 16، ماذا يجب على القادة السياسيين لنجاح الابتكارات؟ هل يجب عليهم ان هم يحاربوا بقى العلماء ويجعلوهم يعني يهربوا من بلادهم الى البلاد الاخرى؟ هنشوف. على القادة السياسيين ان يعلموا ان الرغبة في اكتشاف معارف جديدة هو ما ينتج الاختراعات والاكتشافات، وانه بدون تلك الرغبة والارادة القومية فان الشباب الواعدين لن يكونوا منجذبين للابداع والاختراع وخدمة وطنهم. يعني لازم يبقى في مشروع قومي الشباب كلها تتلف حواليه، فكل اللي عنده ابداع يخرجه، طبعا ده في ظل تمويل محترم. سؤال 17، ما السهولة والصعوبة في صناعة الابتكار؟ أسهل حاجة حفظ المعرفة وكمان نقلها، لكن صناعة معرفة جديدة ده هو بقى الأمر الصعب، أمر مش سهل، وهي مش حاجة مربحة على المدى القصير. يعني ما تنتظرش من إنك عشان تعمل صناعة لمعرفة جديدة إنك تربح في وقت قليل، لا. التاريخ أثبت للجميع إن المعرفة أساس النهضة والتقدم، وهي قوة بتثري أي مجتمع وتجعله قائم على المنطق والحقائق الأساسية. ده وقت التدريبات، تعالوا نشوف تدريباتنا. قطعة بتقول، ويوجد العديد من المسؤولين في الدول النامية الذين يأملون في الوصول إلى نفس مستوى وكم الابتكارات الموجودة في العالم المتقدم، وخلال سعيهم هذا يهملون المفتاح الرئيسي وهو التعليم المبني على الفهم والطريقة العلمية ووضع قاعدة رئيسية واسعة للبحث عن الحقيقة. سؤال ألف، هات معنى يأملون ومضاد الابتكار ومفرد الاختراعات. سؤال ب، ما الذي يأمله المسؤولون والسياسيون في الدول النامية؟ سؤال ج، ما الذي تحتاج إليه الأبحاث العلمية كي تنجح؟ سؤال د، ما السهولة والصعوبة في صناعة الابتكار؟ تعالوا نشوف إجابتنا. معنى يأملون يعني يتمنون، مضاد الابتكار يعني التقليد، مفرد الاختراعات الاختراع. طب السؤال به، الذي يأمله المسؤولون والسياسيون في الدول النامية؟ طبعا ان هم يوصلوا لنفس مستوى وكم الابتكارات الموجودة في العالم المتقدم. سؤال جيم، تحتاج الابحاث العلمية كي تنجح، تحتاج ايه بقى؟ قلنا علماء مبدعين يشتغلوا في بيئة بتشجع على التعاون بين الباحثين وتؤلف بين المجالات المختلفة، لكن الواجب ان البيئة دي ما تتأيدش بالادارة الرتيبة والجامدة والبيروقراطية، عشان العقول المبدعة ما بتشتغلش بشكل جيد في وجود البيروقراطية. السؤال ده، حفظ المعرفة امر سهل ونقلها ايضا امر سهل، دول الحاجتين السهلين. ايه الصعب؟ صناعة معرفة جديدة، قلنا انها ما بتكونش مربحة على المدى القصير، لكن التاريخ اثبت للناس كلها ان المعرفة هي اساس النهضة والتقدم، وهي القوة اللي بتنمي اي مجتمع وبتخليه قائم على المنطق والحقائق الاساسية. كده نكون انتهينا بفضل الله من شرح درسنا وحل التدريبات عليه. اسأل المولى عز وجل ان ينفعني واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم استاذ هيثم المصري.